عليكم قناة أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا رضا خلاص من كل ساعة نفل تعال الموسم راح يخلص، وأنا اليوم جيت يا رضا عزيز يقول أكو طيارة حرة وطيور ما كيرك الله، راح نروح للصين نخيم مدة أيام أربعة الله العالم وأهوار البصرة. ما مشكلة في القناة خلي يشترك ويعطينا لايك، وقبل لا نبلش بالفيديو أول تعليق المثبت راح أخلي برابط قناة رضا، لأن من العام السنة ما مصعدينه، وانا دائما زامط بيكم. حياكم الله، اشتركوا وانطوا لايك وقولوا جايناك من طرف نوفل القناص. قوه الله رضا، مشتاقين ان شاء الله يكون الفيديو ممتع بهاي السفره. الجو حلو ومغيم، يعني الليله بيها طياره ان شاء الله، الله يرزقنا ان شاء الله تنزل. يلا يلا ولد، لا ثاني هاي ثاني طاح، لا ثاني بيه كده مثلا ما جيت عليهن والله ما طب من البردي، بس كن واضحه. ها بس كن واضحه شقي شقي، هاتي الجخبه يلا خير وبركه. يا الله يا ويلي جرحه جرحه نوفل سرامة. ها نوفل كيف حالنا هذاك الحرة؟ تقطع تقطع، ننقلكم الصورة حلوة فقط. قلنا المكان النوشة وهاي الشباشة مالتنا وهذا العصب، السلاح مالتنا شتوغر وبيقال 53 و55، العتاد مالتنا شد رقم 5 وشد 3 تحت الصفر ورقم 1، 3 تحت الصفر والواحد مخلينا للبغيلي، وهذا الناعم للحرة. كل ما نجهز غراضه وراح نبات للصبح، والله يرزق من يشاء بدون حساب. طبعا تقسمنا على مود تنويشة، كل واحد راح بجهة. انا استقريت هنا لان شنو كل القاع هذي، بسم الله الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رزاق يا كريم. انا وقعت بس ما اعرف وين بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله، انا معدل المسنع. يا الله هذا النوش مالتي يا اخوان، وهذا العصب وهذا الرزق. شوفوه هذا الفحل مال ابو بسيله، وهاي ناثيه مال خضيري، وهذا الشوشم وهذا شوشم معدل ودجاج ماي. وهاي العيون باقر ياسر، شوف الرمو وين. يلا وبعدنا مستمرين وياكم. طبعا الباحة كارثة صارت برضا، كل ما يجي
الشوشه مو يحط يطلع لي البندقيه مو الثور مو عارف شنو السالفه. يعني هيك يجمع شلون هالمجموعه ويطلع لي بال يسرج لي ما الثور كسري خطيه اي صراحه. نام جيت انا متاخر ولك الشوشه يعبر فوقك ايش قاعد انت نايم والله اسمع عليها روح شلون خوش يسرج ويري وعيني بعد شين طبعا الفروغ انا اشوف بزلي جاي جاي انا ما اعرف انا وين تلاي بحلي رويتي طاح ذا فرده اخذ ضلع ضلني ضلني دنك ثاني وين راحت ثاني راحت حذاف شتو هذا تبو معدل معدل لا ملي لا بالطرطر ها ليش هز هذا الويلي شديناه بخيط وخليناه بهذا المقلع على مو تنزل الطيور عليه. اخوان شوفون هذا اللي هليتي هسه غط هو رضا وصلها خمس جيرات حاليا يرمي وغط يرمي وغط هسه راح يرمي وينقلب ايه لا لا تشاقه وقت الجاد طب ليه قلت لأخوي لا يقضي الطلقات هذه ايه قدامك قدامك رضي قدامك لا يا اخوي تعب من قد ما يغط شوف حتى وجهه قال تعال تعال خلص عاد وياك والله تعب اجى الماطور وحده خلاص ترجع احنا متعودين عليك تجيب طيره واحده يوميه الباحه صار عندك رمي كثير يا ولد شاوين لا لا هو تدري معنا هو هذا الطيره هاي ما معقوله ما عندي هذا اقول لك انا رميت طيارات وجنب جهتك انا خطيتهن مو خطيت كديت واحد معزن اي بس انا جنب جهتك وثار اربع جيلات صاحب اسمع اسمع اي خابرت المرة اي قلت لها اليوم مش تروكم طلعوا ذبحوا قالت ليش؟ اي قلت لها فتكت الشبسه يا الله الباحة سوت طار ما شاء الله مبين مبين ييي السادة ذولي والله وعشت مثل
العايش. قواك الله. اخويا الله يساعدكم. الله يساعدك، قواك الله. الله يقويكم. عاش جيدك. شنو اليوم؟ تعال تعال سولفنا سولفنا وحط يمك هناك. حط يم هاي. هنا حط. شوي لحظة كسرية. لحظة لحظة. الزوج مع سادة. يبو سادة سادة. اللهم صل على هاي. محمد وآل محمد. حط حط. والله ما طحت معود. اي. زوج هشام. حلو. وهذا زوج ثاني. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا هم زوج بعد. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. خير وبركة. وهذا خير. بعد زوج. خير خير خير. كله ذاك شنو هي زفر ذاك؟ زفر هي ليش؟ أنا بدر وما أنا ما رامي بهي السوق. لا لا وخر الزفر هنا. فكت الشبسي. فكت الشبسي خابر محمد خلي قلوا لي محمد. هسه خابرة هسه. قلوا لي. هسه خابرة قل لحمود فكت الشبسي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رزاق يا كريم. وهذا الصيد اللي الله رزقنا به. صيد البارحة هذا صيد الليل. صيد نيدق ورضا ونوفل. طبعا اكو مجموعة موجودة هنا جوا. بس شنو مخلين عليها ثلج. وهاي مجموعة. خير وبركة. خير وبركة. هذا التشوشم اللي بسنا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. دام صيف. هذا ابو بسيرة شوفوه. هذا تقدرون هيك. ولا خضر ولا خضر. ها؟ الى خضر. وهاي النثية مالي خضيري. هاي النثية وذولا زلمها. باوع. ما شاء الله مقاتل. هسه راح نسوي لنا ريوق. نعم مثال شاي يجهز وعد لهم مصطلاته من قوته. اي ومن رباط الخير ترغبون فيه. عدو الله وعدو واحد يصفوا هذا الشيء. اي تبي شمس على الطير. اي حاجر صحيح صحيح يعني نصفها. اي قاعد يمه كلام. اي اللي ينصف انت شوف خلنا قل سوينا ريوق عاش ايدك وعوض على الله. اليوم اريد لنا كبسه طيبه من ايدك حلوه. والله اليوم اسوي لك كبسه عالميه. بس خلنا نصور لي شيء عام. يلا شوف شوف. اي ها تشوشم تشوشم خويا. عاشت ايدك رضا عاشت ايدك. صوروني. مو بس النسوان الطبخان ترى انا اعرف الاطباق. لا معدل انت. والله انت من نسوان قبل. اوه مو قديم والله. سلاح هذه بيقال 153 سعرها 7 اوراق ونص اي 750 دولار. مستخدم يعني جديد. مستخدم الجديد لا غالي 10 11 12. وشتوغر 3000 ونص سوبر ماجنم سعرها 700 دولار 7 اوراق. وهاي البيقال سعرها 8 اوراق. الطلق الجاي نرمي شد. الطير الخشنة جاي نرمي لها تحت الصفر. والطيرة الناعمة الحرة نرميها رقم 5. هسه جاي نسوي لها إدامة لأن شنو وسخاتها من زمان ما احنا ننظفها. قواها الله اخوي. معدل 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 تستاهلون. وهذا الاكل الطيب لعيونكم. وعاش ايدك الرضا. انت عايش والف عافيه. انت وين؟ انت جاي تجيب اجيب احسن شيء. يلا اخوان سهمكم العافيه. يا تشوي لو ما يا تشوي. يا تشوي يا ولد شوفها مستوله ولا رضا. ها هي شوفها مستوله. في عندك بعد ما تجيب احسن شيء. بتجربه. ها هو الطرش زين زين لعشية. معدل معدل. اوه تمر تمر تمر. هان خطانا قدام الخطاب. شرف خطانا انت لو خطاب انا
واحد يلوح؟ تجاه تلوح غير؟ ايه ولا؟ اليوم اخوكم ميثاق اللي يسوي الفكرة مع الاجانب يحدد السكينة ويقص البطل خلينا نجرب يلا